اليوم غادي نتكلموا على مطار محمد الخامس، المطار الدولي اللي هو بوابة المغرب، اللي كان كيعرف مشاكل عدة على مستوى النقل ولا التسيير ولا أي شيء. فاحنا كهيئات نقابية كنا نظمنا واحد العدد ديال الوقفات احتجاجية، وآخر وقفة اللي كانت يوم 7 في الشهر الفريط اللي عطات الأكل ديالها، وكنا حملنا المسؤولية كاملة للناس المسؤولين هنا لكي على الإدارات على مستوى مطار محمد الخامس، اللي حملناهم المسؤولية ديال التعثر التنمية بمطار محمد الخامس، وأننا نشوفوا مطار في المستوى اللائق ويشرف البلاد ديالنا. واحد المسألة ديال تفعيل القانون ما كان لمسوهاش بصفتنا احنا كمهنيين، يعني أنا كنت بصفتنا كمهنيين يعني كنشتغلوا اطار سياره الاجره. كنتي ملي كتجي رغم انك يعني مرتبط بواحد القرار اللي هو عاملي كيفرض عليك انك تحترم البنود اللي فيه، كنا دايرين بهذا الشيء كله ملي كنطلعوا لذاك لاريفي على اساس اننا باش كناخذوا الدور ديالنا اللي هو النوبه، فكنلقاو مشاكل مبتغى اللي كنتمناو حنا. اش كنتمناو؟ تفعيل شي حاجه سميتها القانون في هذا المطار محمد الخامس. حنا راه مولفين عليها، حنا راه عندنا قرار عاملي، عندنا شي حوايج اللي خدامين بها في اطار القانون، ولكن شي وحدين اللي كما كنقولوا كل من هب ودب جال هذا القطاع هذا، لان كما كتعرفوا القطاع كيعيش يعني في عشوائيه، زادوا هما استغلوا هذه الفرصه هذه وبداو كيخرجوا في دوك الفلوس عندهم، يعني شكاره ديال الفلوس كيجي كيدير مشروع اللي هو ديجا عنده الكيت شارج عليه باش خدام، ولكن كيخرق هذاك الكيت شارج وكيمشي وكينقز علينا هنايا وكيبدا يدي لنا ذاك القوت اليومي ديالنا، وكيشتغل على اساس انه حتى هو كان قال. بغيت في اطار هذا التغيير هذا اللي جا بالنسبه للمطار محمد الخامس، كنتمناه غير يشمل حتى هذه المحطه تكون واحد المحطه نموذجيه كما كتشوفوا، محطه ما يزيد على واحد 30 عام بقى هي ما عمرها تغيرات، ما تغير فيها حتى حاجه، حتى من البوطرون ديالها باقي هو. هذيك النقط الانطلاق المجاوره للمدينه الدار البيضاء بالخصوص خاصها تعالج، لان خلق مشكل وسوف تخلق مشاكل في المستقبل. لذا نطالب بادماج جميع النقاط المجاوره للدار البيضاء، بحالاش نقطه انطلاق نسميها الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء الكبرى. يعني بمعنى اخر ما يبقاوش هاد لي ديبار ديال مديونه ولا ديال نواصر ولا ديال ادماج الكل في اطار الجهه، هذا هو الحل الانجع باش نحلوا هاد المشاكل. وكيبقى الاختصاص، فمن يريد ان يشتغل في مطار محمد فله ذلك، ومن يريد يشتغل في الدار البيضاء راه الدار البيضاء واسعه ما كاينش مشكل، وغادي بهذه الطريقه هذه غادي نحلوا المشكل وغادي نسدوا على بعض المصير اللي كيسعوا واللي كيعيقوا النمو ديال هذا القطاع. وما هو مهم جدا هو نطالب بتفعيل قانون على مستوى وزاره النقل. المشاكل كلها اللي خلقها وزاره النقل، وخصنا نتمناو ان الناس مسؤولين على المستوى انهم يسمعونا، لان كاين بعض النقط اللي ما هي تقنيه اللي خصها تعالج واللي حشومه كاع واللي خلقه مشكل على الصعيد الوطني.